بسم الله ولا استعانة إلا به وبحمده وقوته نستمد القوة في ميادين العلم. مشاهدينا في كل مكان طابت أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم في لقاء يتجدد بكم وإليكم على الهواء مباشرة في برنامجكم رسالة حياة. النهارده أنا جاي لكم بقصة من أمريكا. القصة دي قصة راجل كبير وست كبيرة كانوا عايزين يقابلوا رئيس الجامعة رئيس جامعة هارفارد فطبعا حاولوا ان هم يتصلوا بيه حاولوا يبعتوا له له ايميل ما عرفوش يوصلوا له ليه يعني وقتها ما كانش التكنولوجي زي النهارده ووسائل التواصل المتعدده وبالسهوله وباليسر اللي احنا فيه دلوقتي فما كانش قدامهم غير اختيار انهم يقفوا وياخدوا القرار انهم يركبوا ويسافروا ويروحوا يقابلوا رئيس الجامعه حاولوا يقابلوا رئيس الجامعه وصلوا هناك آه بالعافيه قدروا يقابلوا السكرتيره بتاعه رئيس الجامعه. ف يعني حاولوا يقنعوها ان هم عايزين يقابلوا آه رئيس الجامعه نفسه علشان في موضوع مهم آه يعني قالت لهم انتوا عندكم ميعاد مسبق؟ لا بصراحه لا. طيب آه روحوا وتعالوا المره الجايه. تعالوا المره الجايه يكون انا ظبطت لكم ميعاد مع رئيس الجامعه وكده. فالست الكبيره كلمتها قالت لها يا بنتي انا ست كبيره والراجل ده قد والدك وبعدين يعني احنا مسافتنا بعيده جدا وسافرنا ويعني شفنا تعب ومشقه يعني فقالت لهم طيب اتفضلوا هنا اتفضلوا خليتهم قاعدين على اساس ان هم يزهقوا ويمشوا خدوا نص ساعه بقت ساعه بقت ساعه ونص الناس ما تعرفش تعمل ايه اخر ما هي بقى اللي زهقت السكرتيره دخلت لرئيس الجامعه، قالت له والله في اتنين وكانوا عايزين يقابلوا حضرتك بدون ميعاد مسبق، لكن انا قلت لهم استنوا هم عندهم يعني هم حبالهم طويله وفضلوا قاعدين، فانا اعمل معاهم ايه؟ قال لها طيب دخليهم بس قولي لهم خمس دقائق بس. قالوا له طيب. دخلتهم فالسلام عليكم يعني قعدوا اتكلموا مع بعض شويه، الست كانت آه يعني بتتكلم بكل بساطة فرئيس الجامعة رفع النظارة كده ومن تحت النظارة بيبص لهم كده ناس كبيرة وملابسهم قديمة والظاهر بتاعهم ان هم بسيط جدا الظاهر بتاعهم ان هم بسطاء جدا فبعدين قال لهم اتفضلوا انتوا عايزين ايه قالوا له والله احنا ابننا كان بيدرس في جامعة هارفورد هنا عندكم وتوفى من ست شهور في حادث أليم في عربية فقالوها طيب انا اقدر اعمل ايه قالوله الحقيقة انا إيه يعني بحاول ان, إن احنا نبني آه يعني أي, اي مبنى او اي حاجة الطلبة يستفيدوا منها وفي نفس الوقت يعني تكون افادة للناس ويعني نبني حاجة باسم ابننا فطبعا هو قال لها يعني مش فاهمك يعني انت عايزة تعملي ايه هو أنت مفكرة إن أنا ممكن أعمل لك تمثال لابنك وأعمله في الجامعة مثلا ولا إيه بالظبط؟ قالوا له لا أنا زي ما أنا قلت لحضرتك أنا مش بفكر بالشكل ده أصلا، إحنا بنفكر بشكل مختلف. أنا عايزة أبني أو أنا عايزة أعمل بناية وإن كانت صغيرة زي مكتبة أو معمل أو أي حاجة تفيد الطلبة في الجامعة. تمام؟ وأكتب عليها اسم ابني. قالها بقول لحضرتك إيه؟ هو أنت تعرفي الجامعة دي متكلفة قد إيه؟ قالت له لا مش عارفة بس يعني أنا قريت عن ده قال لها الجامعة دي متكلفة أكتر من سبع تلاف من سبعة مليون دولار سبعة مليون دولار فبصت لجوزها كده وقالت له إيه ده أنا فكرت المبنى الواحد سبعة تلاف آه المبنى الواحد سبعة تلاف آه سبعة سبع مليون دولار فكرت المبنى الواحد سبعة مليون دولار يعني اتاري الجامعه كلها فقالت له ايه رايك؟ كان بتكلم جوزها بقى فقالت له ايه رايك لو بنينا جامعه كامله لابننا؟ فهنا الراجل مش مصدق يعني رئيس الجامعه مش مصدق هم دول يبنوا جامعه ايه وبتاع ايه؟ فقالت له لا احنا والله الحقيقه إحنا بنشكرك جدا ومش عارفين نشكرك إزاي، إحنا بنستأذنك عشان نمشي، إحنا كده خدنا القرار من دلوقتي إن إحنا نبني جامعة كاملة لإبننا. تمام؟ واستأذنت ومشيت، والراجل اللي كان معاها ده اسمه ستانفورد اللي هو أبو الولد المتوفي. فطبعا بعد ما مشيوا رئيس الجامعة بقى يعظ على أنامله من الندم، بيقول يا إيه ده؟ بقي الناس دي معاها الفلوس والملكية القوية جدا دي وال والفلوس اللي ملهاش لأول ولا آخر بالشكل ده أنا إزاي حكمت عليهم من مظهرهم أنا ازاي خانتني يعني قدراتي التحليلية أو نظرتي في الحياة بعد ما انا قاعد علي كرسي هو في منصة العلم أصلا يعني المفروض يكون دايرة فكره أوسع من كده فالمهم مشيوا وبنوا الجامعة دلوقتي اللي اسمها جامعة ستانفورد الجامعة دي النهاردة من أول عشرين جامعة في العالم على مستوى العالم بالأكمل من موقف صغير هنا رسالة الحياة بتقول لنا لو أي إنسان بتتصرف معاه أو بتشوفه حاول ما تحكمش عليه بالظاهر ليه بقى؟ ما تحكمش على اي انسان بالظاهر لان احنا ما نعرفش ايه محتواه، الناس دي كانت محتواها العلم حتى لو نلاحظ في التحليل القصه هي قالت له ايه؟ قالت له احنا مش بنفكر بالشكل ده، احنا تفكيرنا مختلف. واخدين بالكم من تحليل القصه؟ دي الست البسيطه اللي هو بص لها بعين البساطه وان هم ناس على قدهم وان هم ورفع النضاره كده وبص من تحت النضاره متخيلين؟ فهنا رساله الحياه بتقول لنا حاول ان انت ما تحكمش على الناس بالظاهر، ده رقم واحد. رقم اتنين رسالة الحياة عملت لنا النهاردة نظرية أنا سميتها نظرية المحفظة أنا سميتها نظرية المحفظة يعني إيه الكلام ده أنا دلوقتي لو تخيلنا أن أنا معايا محفظة المحفظة دي أقدر أن أنا أشتريها تكون ماركة حلوة يعني بألف دولار وأقدر أحط محتواها ألف دولار برضو وممكن أشتريها بعشرين دولار وأقدر برضو أحطه في محتواها فلوس يعني ألف دولار هتحتوي إن كانت بعشرين دولار أو إن كانت بألف دولار ده سعرها هتحتوي جواها برضو ألف دولار أو أكتر على حسب ما هي تسيع وتاخد الموضوع ده معناه إيه؟ معناه عميق شوية أنا لما عملت النظرية دي فيها عمق حبتين معناها إن الست اللي كانت واقفة وبتكلم رئيس الجامعة أو معناها في الحياة بشكل عام إن الانسان احيانا بيكون محتواه كبير وثري جدا ما بيبقاش عايز يشتري حاجه مبالغ فيها قوي لدرجه ان هي تساوي نفسه يعني انا ما اروحش اشتري حاجه غاليه جدا فوق امكانياتي فوق قدراتي وتحمل عليا في الحياه الاساسيه ودي توازي الجوهر اللي جوايا او المحتوى اللي جوايا انا كبني ادم مفيش اي حاجه تنفع توازي البني ادم اصلا تمام هي دي رساله الحياه النهارده وفاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل في موضوع في غايه الأهمية. الموضوع ده بيهم كل إنسان فينا. كان لينا أو علينا. لأن موضوع ممكن يعدي أنا أمر بيه وممكن يمر بإنسان تاني، ممكن أنا أكون فيه ظالم وممكن أنا أكون فيه مظلوم. فالأمور دي هي متعلقة بالنفسية. الموضوع اسمه تدمير النفسيه، عارفين شايفين الكلمه قد إيه؟, ايه؟ انا ما بحبش اجيب الكلام السلبي الحقيقه بس احيانا بشوف كلام سلبي لازم احطه على مائده الحوار علشان اقدر ان انا اتناقش فيه واخلص بجد الناس من المه لو قدرت قدر المستطاع بحاول قدر المستطاع بقعد افكر علشان قدر المستطاع ولو الم واحد نشيله من جوه الانسان يا ريت ربنا وفقنا في ده بجد يعني طيب الموضوع بتاعنا النهارده اسمه تدمير النفسيه. النهارده هنتكلم عن الموضوع ده لسببين. يعني السبب الاول اللي لو إن انا كنت بعمله احاول ان انا اخد بالي منه تمام؟ والسبب الثاني ان لو انا يعني بعدي بيه عايز اشوف اتصرف معاه ازاي. الموضوع ده بيجيني من صديق من زوجه من زوج من صاحب من زميل من أي إنسان من جار من أي حد تمام أه لو جينا نشوف لو بيتعمل معايا انا بكلمك فيه ليه لو انت بتعمله او بيتعمل معاك أنا النهارده جاي اكلم حضرتك يعني كحد مقرب من قلبي كلكم من غير ما اشوفكم متابعيني كلكم بجد علشان خاطر لو في حد بيتألم بسببك وانت مش واخد بالك او لا ارادي او انت ما تقصدش حاول تاخد بالك وانا النهارده هعمل لك كده يعني هضرب لك الجرس اقبلها مني كاخ علشان خاطر ما يكونش حد بيتالم منك ويكون عزيز عليك ومش قادر يتكلم معاك علشان خاطر انت تعز عليه فساكت و... و... وعامل كده في قلبه وساكت علشان انت تعز عليه ففي المقابل المفروض نكون مكافئين بالمعزه دي عشان نحافظ عليها تمام والشيء الثاني لو احنا بيتعمل فينا الموضوع ده هنحاول ان انا اوجد له طريقه ان هو ما يضرش اللي بيتعمل معاه بمعنى يعني مثلا خلينا نقول لو بيتعمل معاي انسان ما تسيبش اي سبب في الحياه يتغلب على قوتك النفسيه ده اول حاجه تمام والسبب الثاني ما تفقدش ثقتك بنفسك لو انت بتمر بتمر بالموضوع ده اثناء مرورك بيه. والسبب التالت ما تضايقش نفسك هون عليها بنحاول نوجد الطرق عشان الناس تمشي سعداء بنفسيه كويسه. تمام؟ طيب وحاول في نفس الوقت ما تفقدش قيمتك حس بامتك وحس بذاتك وحس بمعزتك بجد لان ربنا كرمك. فوق كل المخلوقات دي فاحنا كمان لازم نكرم نفسنا ببعض الفكر الايجابي طيب ازاي بقى هنعمل كل ده هنشوف دلوقتي هنشوف كل حاجه ازاي بتتعمل اول حاجه منها الاكاذيب الثابته والخداع الاكاذيب الثابته والخداع ده هو موضوع يعني احنا بنستخدم فيه احيانا نظريه الاسقاط نظريه الاسقاط دي هي عبارة عن ان في انسان بيكون غلطان فيا ولما انا اجي اكلمه بيقول لي لا انت مش واخد بالك ده انت اللي غلطان ده انت اللي بدأت الغلط ده انت اللي ما عملتش الشيء الفلاني الغلط ده كله منك وبيوهمني نظرية الاسقاط ان هو بيجيب الغلط او العيب اللي عنده او الخلل اللي عنده ويرميه عليا لدرجة ان انا ابتدي ان انا اصدق وبيحولني دي نظريه علميه وبيحولني من ان انا اطالب بحقي الى ان انا اعمل ايه افضل ابرر وقوله له لا والله انا ما عملتش كده صدقني طب سامحني طيب افضل بيحولني ان انا أطالب من انا كنت بطالب بحقي الى انا ان انا بعتذر وببرر ويعني بحلف له ان انا ما كنتش قصدي شوف تخيل الفكر بيبقى عامل ازاي فمحتاجين إن إحنا نحس ببعض شوية ولو بيتعمل معاك ده كل ده هنقوله في الآخر إحنا هنعمل إيه. طيب دي حاجة، والحاجة التانية في نفس طبعًا النظرية يعني تمام؟ الحاجة التانية أحيانًا بيقع إنسان اللي اه يعني في حد بيجي يقنعك يقنعك إن أنت فاهم غلط، يعني تقريبًا شبه نظرية الإسقاط، إن أنت فاهم غلط وإنك شكاك بزيادة وفي النهاية بيخليك يعني بيخليك تخل توازن الفكر بتاعك وما تثقش في نفسك وتبتدي ان انت يعني هو بيعمل لك اخلال فكري او اخلال عقلي فتبتدي انت تشك في نفسك هو بجد انا بعمل كده شويه شويه بتصدق نفسك بتنسى عينيك وبتنسى الاحداث اللي حصلت قدام عينك وبتبتدي ان انت تصدق نفسك. طيب هنيجي ناخد مثل للموضوع ده. زوج بيسلك سلوك غير اخلاقي مثلا باي إن كان لان الموضوع ده مشتت كتير تمام اه وهو راجع البيت متاخر فزوجته قالت له انت اتاخرت ليه ده انا بقالي شويه كتير مستنياك علشان خاطر اتعشى معاك فهو يقول لها لا ما بقالكيش كتير ولا حاجه انا ما اتاخرتش صدقيني ده انت اللي بتهيالك ويقوم ماسك الساعه مأخرها شويه لو هي الساعه 12 ممكن يعملها 10 يعملها 11 ولا حتى بص في الساعه ابدا والله انا ما اتاخرتش تخيل هتقوم تبص في الساعه مش عشان بتشك فيه ده عشان بتسمع كلامه هو ده امر من كتر ما هي يعني الدنيا كويسه و... وعلى المحبه البيضاء وان هي صافيه يعني فبتبص في الساعه تبتدي ان هي تشك في نفسها وقبل قبلها بشويه كانت باصه في الساعه ما كانتش كده تصدقه مره في مره في مره تبتدي ان هي تصدقه وتشك في نفسها ده بيعمل اخلال عقلي ده بيعمل اخلال فكري ده بيعمل عدم ثقه في النفس ده بيعمل مشكله جوه البني ادم اللي, اللي اي انسان بيستخدم معاه التصرفات دي فيعني بجد بلاش منها علشان بجد بتاذي الانسان من جواه طيب كمان لو جينا نقول اه احنا قلنا ده بيسبب اختلال في الدماغ وعدم ثقه في الفكر طيب ربنا قال هنا فيها ايه او ايه الحل فيها يعني ايه الحل اللي ربنا قاله قال ادع الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يا اخي بالتي هي احسن. يعني انتوا تخيلوا يعني ايه بالتي هي احسن؟ ما قالكش جادلهم بالحسنى لا بالتي هي احسن يعني في حسنى وفي الاحسن في تقي وفي الاتقى في حسن وفي الاحسن في كويس وفي الافضل منه في حلو وفي الاحلى. فجادلهم بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين فيعني ريت نبص للآية دي لو احنا بنعمل السلوك ده مع أي حد عزيز علينا بدون ما نشعر علشان ان هو يعني احنا بنعمل كده يعني علشان بنوجد أي عذر أو أي حاجة عشان هو يتقبلنا لا يا ريت ما نعملش كده علشان نحافظ على عقلية الإنسان اللي قدامنا على معزة الإنسان اللي بيحبنا لأن هيجي يوم يكتشف مفيش حاجه الكذب عفوا ملوش رجلين بيجي مره وبيكتشف طيب دي كانت اول حاجه عندنا الحاجه التانيه لو جينا نقول اللوم والتعليق الشماعات ده السبب رقم اتنين او السلوكيات رقم اتنين اللوم وتعليق الشماعات ده يعتبر احنا بنحمل الانسان اللي قدامنا اي ذنب بيحصل واي خطا بيحصل واي حدث سلبي بيحصل واي خساره بنخسرها بنحملها للي قدامنا ده دي في مشكله كبيره جدا دايما يعني بنقول له ايه بندي له جمله علامات الاستفهام دايما بتنتهي بعلامات الاستفهام يعني ايه نقول له انت ليه عملت كده انت السبب لو انا كنت كنت عملتها احسن منك انت ليه ما استشرتنيش دايما علامات استفهام انت ليه ما استشرتنيش انت ليه عملت كده انت ليه خسرتنا انت السبب في خسارتنا فانت لما تيجي تقوله مره في مره في مره كده هو هيعمل ايه هيفكر ان هو سبب لكل خساره يفكر ان هو ادم وحش يفكر ان هو وجوده غير مرغوب فيه فتخيل هيعمل ايه ممكن يسيب المكان ويمشي ممكن ما يتعاملش معاك بيبقى غصب عنه طبعا طيب هنا بقى في الحل بتاعه يا ان احنا او يا لو بيتعمل معانا ده احنا لو بيتعمل معانا يا ريت ما ترهقش نفسك بالكلام السلبي ويا ريت كمان ما تسمحش لاي سبب انه يفقدك ثقتك بنفسك حاول توازن بالمخ اللي ربنا اداه لنا وبالعقل ان احنا نعقل الاشياء طيب هنا ربنا قال فيها ايه؟ ولا تؤاخذني ولا تؤغ... هنا ربنا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا دي سوره الكهف لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا يعني ما, ما ما تبكتنيش ما ما تعودش تضغط عليه كل شويه خلاص يعني فاهم طيب لو جينا نشوف السبب الثالث السبب الثالث هو التنمر والسخريه للاخضاع في حد يفضل يتنمر على حد ويسخر منه عشان في الاخر يخضع له ويمشي وراه بادارته. انا افضل اسخر من حد اسخر منه واحسسه بعدم قيمه نفسه علشان يمشي ورايا وانا اللي اديره ويبقى هو تحت طوعي. ده مش كلام. يعني يعني خليني اكسب والكل يكسب، خليني اكون نجم والكل يكون نجوم معايا، ان شاء الله يكونوا قمر كلهم ما في ما عنديش مشكله. خلي الناس تكسب وانت تكسب، خلي الناس تبقى حلوه وانت حلو، ايه المشكلة؟ خليهم كلهم ما حدش هينتقص منك من حاجة ولا حد هياخد منك حاجة. فطيب خلينا لو جينا ناخد مثل انسان صاحب شركة وعامل اجتماع وعنده كده مائدة الحوار وبعدين جه قال يا جماعة احنا عندنا مناقصة في المكان الفلاني انا عايز حد يمثلني كشركة ويروح بدالي كمندوب او يروح وكيل ليا مثلا. في المناقصة الفلانية في المزايدة الفلانية في الصفقة الفلانية في المقاولة الفلانية فحد يجي كويس كده يرفع ايده يقول له انا هروح مكان حضرتك انا عندي استعداد وانا متطوع اروح مكان حضرتك او يعني شوف لو حضرتك ترضى انا اكون سعيد يقوم واحد تاني يقول له ايه بقى يقول له بلاش انت احنا عايزين نكسب مش عايزين نخسر الله يخليك وايه ويضحك كده الضحكه دي تبقى جايه بسنه استهزاء فتخيل ان الضحكه دي لو جت بشويه استهزاء احنا بنضحك ما نعرفش اللي قدامنا ايه اللي بيحصل فيه ساعات بيتألم من جواه لانه كله عمال الانظار بقت عليه بشكل سخريه متخيلين طيب لو جينا ناخد برضو مثل تاني مشكله مع اخت وجي الاب قعد الاخت دي متزوجه وحصل مشكله بينها وبين زوجها وجي الاب قعد قال لهم يا ولاد والله اختكم عندها مشكله الفلانيه مين فيكم هيروح يصلحها هي وزوجها هناك في بيتهم فيرد واحد من الاخوات او من ابناء من الابناء يعني يقول له يا بابا انا هروح يجي الثاني يقول له بقول لك ايه ما بلاش انت احنا عايزين نسعدها بالله عليك بلاش انت مش عايزين نطلع اختنا طب ده كلام فتخيل هو دام بدر اول واحد يبقى هو عنده اقدام عنده فكرة شايف نفسه انه هو يبقى هيبقى كويس ويروح يحل الموضوع يجي واحد يقول له لا بلاش انت اصلحنا مش عايزين نطلقها ده الكلام العلاقات اللي بتسبب علاقات مسمومة اللي بترق الانسان اللي بتدمر نفسيته بجد هو اخويا مثلا او اي حد او زميلي في الشغل او اي حد احنا المفروض نحافظ على الترابط لان الانسان من جواه بيجرح جرح عميق جداً واحيانا مش بيتكلم بجد فخلينا نحس ببعض مش بس نتكلم لبعض خلينا نحس ببعض مش شرط ان احنا نقول ومش معناها ان انا ساكت معناها ان انا بت يعني مش متالم ممكن لربما اكون بتحمل كتير جدا ومش قادر اتكلم مش قادر اشكي لمعزه الانسان اللي قدامي فخلينا بجد ناخد بالنا من حاجات وان كانت صغيره بالنسبه لنا بس هي كبيره في قلوب الناس بجد طيب لو جينا ناخد مثل ثالث يعني لو في حد مثلا هنقول لكم على حاجة ممكن نشوف خلينا نشوف طيب حتى الحل على الأقل احنا هنشوف الحل مثلا بتاع المدر... الموضوع ده ربنا قال فيها ايه وفي الاخر احنا هنوجد الحلول اللي هي بت بتاع تطور الذات وعلم الإدارة خلينا نشوف ربنا قال فيها ايه وإذ قال موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يعني ايه الكلام ده يعني موضوع السخريه والاستهزاء ربنا وصفها في القران ان هي جايه من الجهل فانا النهارده بسخر من اخويا اقول له لا وبلاش والله خلي اختي لان انا انا يعني مش عايزك تروح تبوظ عليهم العلاقه انا مش عايز احنا مش عايزينها تتطلق واحد تاني احنا عايزين نكسب الصفقة طب ده كلام النهاردة ربنا, ربنا قال لنا فيها ايه النهاردة وفي جميع العصور قال في القرآن او وصفها بالجهل بجهل ايه ان انا جاهل بامكانيات الانسان اللي قدامي انا جاهل بقدراته انا جاهل او اجهل مش معناه جاهل من الجهل اللي هو العميق لا بجهل مسألة معينة انا بجهل ان الحتة دي ممكن تقلمه من جوه أنا بجهل إن ده قد يوصله لعدم الثقة بنفسه. أنا بجهل إن ده ممكن بكسر قوته الشخصية من جواه وبهدها، فهنا مشكلة كبيرة جدا. طيب تعالوا نشوف لو اتكلمنا في كمان سبب رابع، المقارنة السلبية القاتلة، المقارنة السلبية، هنا في مشكلة كبيرة جدا بت يعني بتواجهنا أو بتجابهنا في المقارنة السلبية. المقارنة السلبية على كم حاجة على عدة أشكال وعدة أوجه ومنها منها سلبية جدا هي أكترها سلبية وهنقول دلوقتي إيه المقارنة كويسة وأنا دي عملت فيها نظرية وسميتها نظرية السلم بس خلينا لما نوصل لها هنشوف بس المقارنات دي بتعمل إيه دلوقتي المقارنات دي أحيانا بيكون في مقارنات صعبة جدا بتهدم الإنسان من جواه وكمان بتهدم العلاقات بتهدم العلاقه اللي بيني وبين حد وممكن ما انا عاملها اكون انا طرف فيها وانا مش انا عاملها اصلا حد تالت جاي يعمل مقارنه بيني وبين حد فيقوم الحد التاني يزعل مني انا وانا ماليش ذنب في حاجه فاحنا محتاجين برضو ان احنا لو في مشكله ما زعلش من حد ملوش ذنب احنا عايزين نترابط ونبقى لحمه واحده متقاربه الاواصر ومتماسكه كويس جدا لان الحياه ما تسواش ما نعرفش يمكن انا اللي قاعد قدامكم دلوقتي التابوت بتاعي بينسج وخلاص كمان شويه ممكن ما الحقش اوصل بيتي فمش عايزين نسيب ورانا امور ما نلحقش نعملها ما دام في فرصه بجد طيب المقارنه السلبيه في مثل تجسيدي في الموضوع ده زوجي قارن شوف بقى قد ايه مؤلمه زوجي قارن زوجه بزوجه صاحبه يعني انا دلوقتي اقول لزوجتي مثلا والله ده زوجة صاحب فلانة كويسة جدا وتهتم بمظهرها وناجحة في الشغل قوي ومهتمة ببيتها وكمان بتتواصل مع نفسها وبتتواصل مع بيت اللي هو نفسها اللي هو يعني اهلها وبتواصل ماسكه كل حاجه عندها وقت وجهد وبتدير نفسها كويس جدا وانا شايفها كويس جدا تخيلوا قد ايه مؤلمه وانسان بيقولها لزوجته يعني كانها بيقول لها يا ريتك انت تكوني مش موجوده او يا ريتك ما كنتيش انت متخيلين؟ أو زوجة تقولها لزوجها، تقول له تخيل شوف صاحبك ده قد إيه ناجح، قد إيه متطور، خطواته سريعة، قد إيه وسيم ومهتم بنفسه، أولاده شيك، يعني مشترك في, الـ في, الـ في النادي الفلاني أو القصة دي كلها. كأنها بتصغره في نظر نفسه، وكأنها بتنقل له الصورة الداخلية اللي جواها ليه، تقول له أنت ضئيل في نظري انت صغير في نظري انت قزم في نظري انت مش حاجة انا كنت اتمنى حد غيرك وكأنها بتقوله يا ريت تكون انت مش انت او يا ريتك ما كنت ويا ريت كان حد تاني هي دي المشكلة الكبيرة تخيلوا قد ايه مؤلمة طيب هنعمل فيها ايه الموضوع ده ده معناه ان كل ما يتمنى ان بيوصل 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 الانسان لاحساس ان الانسان ده عال عليه او لود عليه او حمل عليه وهو ماشي كده شايله على كتافه وهو مش عايزه يكون موجود تخيلوا ايه اللي هيحصل احنا في جماعه احيانا كلام بيصدر مننا بقصد او بدون قصد يعني بس بجد بيكسر اواصر علاقات قويه التاريخ يعني علاقات بقالها سنين وبيزعل ناس مننا عزيز علينا احيانا بيكونوا مننا من دمنا فهي دي المشكلة الكبيرة عايزين ناخد بالنا منها. طيب الشعور طبعا ده لا يوصف. لو جينا ناخد مثل تاني مثال مقارنة الأخين أب بيقول له أنت فاشل وأخوك أحسن منك وأخوك لما يكبر هيكون أفضل منك وهيقدر يساندنا كويس وأنا هعتمد أقدر أعتمد عليه وكمان هو ناجح أما أنت أنا مش هقدر إن أنا اعتمد عليك وانت مش سند ليا في المستقبل ده غير انك فاشل في الدراسه حتى مش نافع نفسك هنا بقى المقارنه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه الناجح اتزعل منه يعني الانسان اللي كان قدراته على قده او لسه في مرحله الصعود زعل من اخوه تاني وبدون ما اخوه تاني يكون ليه ذنب هنا الكلام رايح فين جاي من الاب للاسف فاحنا هنا النهارده دعوه للاباء خلينا ناخد بالنا انت بتقول له كده عشان يبقى كويس انا عارف انت بتقول له كده علشان يوصل اخوه اهو انت بتقول له كده عشان ترفعه توصله لاخوه بس تخيل الطريقه دي مش مناسبه نفسيا مش مناسبه احنا لازم نعامل الناس نفسيا قبل ما نعاملهم بالنجاح او بالانتاج او بان هو يوصله ازاي انت اصلا ممكن تعمل له كده دوست عنده على زرار ألم قعد في مكانه يا ريت فضل وصل لاخوه ده هيقعد في مكانه دي بتجيب طريقه او نتيجه سلبيه جدا طيب خلينا نشوف كمان بتعمل ايه خلينا ناخد مثال عملي حتى هو المقارنه دي كمان بتكون بين في الوظائف يعني بين الزملاء وبين بعض. لو جينا ناخد حلها ايه علشان نحل بالشكل الفعال، الشكل الكويس. انا هنا عملت نظريه اسمها انا سميتها يعني النظريه دي نظريه وسميتها نظريه السلم التصاعدي. نظريه السلم التصاعدي ده العلاج الفعال. طيب النظريه السلم التصاعدي دي ان انا ما قارنوش بشخص تاني انا كده بهدم بأس من العلاقه اللي بينهم ما ينفعش تتلحم تاني بسهوله هنا انا لما اجي اقارن بشكل فعال وبشكل ايجابي وبشكل ينتج لي نتيجه كويسه اول حاجه اقارنه بالقيم والتطور ما قارنوش بانسان لما قارنه بانسان قارنه بانسان قدوه وليس قطبين انت هنا ده اخ وده اخ الاتنين دول قطبين شبه بعض لازم يحصل بينهم مشكله أنت بتقارن بين موظفين اتنين، أنت بتقارن بين اتنين جيران، أنت بتقارن بين اتنين أصحاب، لا. قارنه بحاجة قدوة، حاجة بعيدة أوي علشان يقدر يوصلها وهو ما يكونش يعرفها علشان خاطر ما يحصلش بينهم مشكلة في العلاقة، تمام؟ في العلاقات المجتمعية. فأنا هنا أقارنه بحاجتين يا إما بالقيم الحاجات الكويسة يا إما بالتطور أو بالاثنين مع بعض. طيب، النظرية اللي أنا عملتها وسميتها نظرية السلم التصاعدي أو الدرج التصاعدي، جاية كده من درج، هنشرحها دلوقتي. اقدر اقارن الانسان ده وازوده ثقة بنفسه واخده للمستقبل بكل قوه وبقوه اراده وبعزيمه وباصرار اكتر من الاول بمعنى انا هقارنه بالماضي لو فرضنا ان الماضي هو هنا الماضي هو اقوم قايل له الماضي هو هقوم قايل انت دلوقتي في الحاضر بص السلم عامل ازاي السلم اهو تخيلوا معايا ادي الماضي وقارنه بالحاضر اقول له انت عليه درجه وبقيت احسن من الاول وعايزك في المستقبل بص السلم بعمل ازاي هتبقى افضل واحسن فالسلم جاي كده اهو الماضي انت دلوقتي احسن في الحاضر وانت دلوقتي هتروح للمستقبل بشكل احسن وافضل واقيم وهتبقى حاجة في يوم من الايام فدي المقارنة الصح دي المقارنة ان انا اقول له انت بقالك هنا قد ايه من الماضي للحاضر والنتاج اللي انت انتجته او التغيير اللي انت اتغيرته في سنه ولا في اتنين ولا في تلاته اعرفه اقول له ده كويس جدا بس ممكن تسرع كمان طب تسرع كمان دي تيجي منين تيجي من الشغل الدؤوب العمل الدؤوب العمل باستمرار العمل باجتهاد العمل بتنقيب اه لو انا خدت الخطوه دي في سنتين اقدر في اللي جاي اخدها في سنه بس بعد امتى اما تقول لي برافو عليك انت انتجت لكن ما تجيش تقول لي انت فاشل ما انا حتى لو ما كنتش فاشل هصدق كلامك عشان انا عندي ثقه فيك لان انت مين اللي هيقول لي كده؟ يا اما بابا يا اما حد عزيز عليا يا اما حد قريب مني ومش واخد باله ان الكلمه دي ممكن بجد تاذيني. فاحنا عايزين نعرف ايه الكلام البناء وليس الفعال وبناء رجل اعظم من بناء مدينه. طيب ادي النظريه اللي احنا اتكلمنا عليها. لو جينا نشوف كمان آه الشيء الخامس التخلي في وقت الشده. تخلي في وقت الشده ده مشكله كبيره جدا، ده بيوصل الانسان لسواد الحياه، بيغمق عنده الدنيا خالص. الناس حواليا ولي اصحاب انا عزيز عليهم، انا بشعر كده ان انا عزيز عليهم. واخد مكانه كبيره في قلبهم وكل حاجه. اجي في وقت شده ما حد جنبي. بيوصلني لايه؟ ده بيوصلني ان انا بشعر بالخذلان. بيوصلني كمان ان انا مش عزيز جوه حد بجد زي ما كانوا بيوصفوا لي ايام الرخاء مش في وقت الشده تمام واحيانا بيوصل الانسان للانطوائيه يعني انا دلوقتي مريت بش ب ب ب بمرحله شده او في عنق الزجاجه او في ممرات الحياه الضيقه اللي احنا بنسميها انا مش في الحياه اهو وبعدين جه ممر كده او عنق زجاجه بمر بيه بصيت لقيت مفيش فيش حد معايا بعد كده هعمل ايه اقول يا صاحب لا هذا يوصلني للانطوائيه فخلينا ناخد بالنا كويس جدا من الموضوع ده والدنيا كده بتسود في عين البني ادم لما يكون بالشكل ده بجد طيب تعالوا ناخد حاجه كمان في حاجه كمان اسمها عدم الشعور بحجم قدرات ما قدمه الشخص دوت مثلا او انكار انجازاته او المجهود بتاعه يعني انا بنكر المجهود بتاعه وانكار الانجازات اللي هو قام بيها والقدرات اللي هو عملها انا بنكرها كلها هو هيعمل ايه مش هيقدر يقدم اكتر من كده ليه لان مش مقروءه بالنسبه لي انا دلوقتي كمدير وحد بيعمل كل ده وانا بنكر انجازاته وانا بالنسبه لي هو ولا حاجه مش هيقدر يعمل يقدم اكتر من كده لان خلاص انا مش قاري انجازاته انا مش قاري الحاجات اللي هو عملها الايجابيه انا مش قاري مجهوداته انا مش قاري الناتج بتاعه فاقول لك خلاص انا مش عارف اعمل اكتر من كده لان انا موت نفسي وزي زي اللي ما عملش خالص ودي مشكله كبيره جدا طيب آه حاجه كمان ظن السوق دايما او التخوين لو جينا ناخد مثل حد ضاعت منه حاجه وجي كده تخيل ان هو بصلك جه كده بصلك بنظره حاده النظرة دي تجسد الاتهام، أنت ممكن ايه اللي يحصل فيك؟ تخيل قد إيه أنت أتألمت، تخيل قد إيه أنت قفلت، تخيل قد إيه ده أنت ممكن تعمل كده تدور في جيوبك لو كنت خطأ مش واخد بالك. طب هو بنان على إيه؟ جيبه الصلك أنت ما عملتش حاجة، فخلي اللي بيبص للناس بالشكل الاتهامات وبالنظرات الحادة دي، ياخد باله إن أنت نظرتك ما تكلفتش فيها حاجة، عملت كده بس، لكن بجد كانها سكين رميته في, في, في جوه انسان فخدوا بالكم يا جماعه من قلوب الناس بجد واللي يعمل معاك كده حافظ على نفسك وحاول قدر الامكان ان انت ما وان كنت في الاول وفي الاخر انسان لكن حاول في الاول وفي الاخر تصغر مقياس الرسم مش احنا عندنا مقياس راس ما نكبرش الامور نصغرها وعادي خالص واقول هو ممكن يكون اتعرض في الموقف ده قبل كده ممكن صاحب عزيز عليه جدا وقبل كده يعني كان في مشكله معاه فنفكر ان كل الناس زي بعض واحاول اعذره علشان مش عشان حاجه على فكره عشان نفسك انت اول واحد عشان انت تفرغ الطاقه السلبيه اللي هو اداها لك عشان انت تقدر تواصل يومك ويومك ما يقفلش فاحنا عايزين نعرف نتعامل ازاي هنشوف طبعا التعامل في الاخر خالص طيب في كمان الموضوع ده بالشكل المعاكس اللي هو ايه؟ انا بسميه التغافل. التغافل ده طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه كتير جدا. آه التغافل ده احيانا حد انا بفهمه غلط. انا اعمل حاجه ما كانتش على المستوى او مش زي المطلوبه، حاجه قليله شويه، او انا يصدر مني خطا وبدون قصد مش واخد بالي. او انا خلاص انا اخطات مثلا باي جميع المراحل او اي جميع المستويات بتاعتها فانا اخطات جه صاحب الشغل او صديقي او اي حد اللي انا اخطات في حقه وعمل نفسه مش شايفني انا بقول ايه ده هو بيعمل لي مصيده علشان اخطا كمان ويمسك عليا خطأين او ثلاثه لا وارد ان هو لما عمل نفسه مش شايفني عمل نفسه مش شايفني عشان يديني فرصه تانية عمل نفسه مش شايفني علشان انا افضل اعتقد ان انا لسه كويس جدا في نظره فاقوم اشتغل على الحته دي واكون فعلا كويس واقول لا خلاص ما دام هو ما شافنيش ب... ب... ان انا وحش او ما بصليش ب... ب... بنظره وحشه انا حافظ ان انا ما كويس في نظره انا حافظ ان انا ان انا ما محترم في نظره انا حافظ ان على... على على العلاقه اللي بيننا انا حافظ على الانسان اللي بجد بيعاملني كويس فدي فرصه تانية وليس شك يا ريت ما ناخدهاش بالشك وناخدها ان هي فرصه تانية وليست مصيده بجد طيب التغافل ايه قيل الاعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل ده بيجي من العقل بيجي من الرزانة بيجي من الحكمة ده بيأثر عليك مشاكل كتيرة وبيخليك مش متعرض ان انت تخش في موضوع وجدال وموال فطبعا ده يعني حاجه كويسه جدا وبتكسبك الناس وبتكسبك نفسك قبل اي حد طيب لو جينا ناخد كمان حاجه العزف على الوتر الحساس العزف على الوتر الحساس آه كل انسان فينا ليه جرح جواه مفيش حد ما عداش بجرح كل انسان فينا ليه جرح جواه وكل واحد فينا ليه نقطه ضعف تمام وكمان آه كل واحد فينا عنده حته مش شاطر فيها قوي ليه هل ده عيب فينا لا ده علشان من باب ان كل واحد عنده ال24 إراد انا اكون شاطر في المكان فلاني لكن ما اكونش شاطر في الحته دي وغير يكون شاطر فيها بس ما يكونش شاطر في اللي انا كنت شاطر فيه، فلازم نتقبل بعض على الموضوع ده، يجي بقى واحد يقعد يعزف لك على ايه؟ على الوتر الحساس ده، طيب ده من الطبيعي، الكمال لله ومن باب توزيعه ال 24 قرود، كل انسان واخدهم بس بشكل مختلف وبتوزيعه متنوعه مختلفه مناسبه معاه زي ما ربنا امر، طيب الموضوع ده بيعمل ايه بقى؟ يجي انسان تاني ويستغل النقطه دي ويفضل يعزف لك عليها، ويرمي لك كلمه كده مسمومه تقوم تسم الانسان بجد وتعكر مزاجه اخر حاجه، فياريت ناخد بالنا من الموضوع ده، ويقع بيقع اثرها بمثابه سكين في قلب الانسان، فيعني في موضوع كبير مش صغير، ممكن يرحل من المكان ده ويرحل يهجر العلاقه دي خالص بتاع الانسان ده ويهجر المكان ومش عايز يجي ولا يشوف المكان تاني، طيب وكمان في حاجه مهمه جدا التعليقات الخفية والأحكام التخريبية. التعليقات الخفية ده زميل عمل أو حد يقول رأيه فيجي واحد يقول له إيه؟ بالله عليك بلاش أنت. طيب أنت مش فاهم كويس في الموضوع أو أنت مش واعي كويس أنت مش فاهم صح أنت لسه ما عندكش الخبرة الكفاية إن أنت تقول رأيك. أنا بعرف كويس انت ما عندكش الوعي الكافي انت ما عندكش الصلاحيه ان انت تتكلم في الموضوع ده عشان انت مش متعمق فيه ومش لامن بيه وساعات بقى يجي بقى ايه بكل استظراف كده يقول له ايه اصل انت تعليمك مجاني ويضحك كده ومش عارف ايه مفيش حاجه اسمها كده عباس العقاد ما كملش تعليمه اكتر الناس كانت تعليم مجاني اكتر احسن الناس كانت تعليم مجاني مش 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 قضيه فنجيش نعير حد بحاجه يعني هي اصلا مش عيب فيه طيب ده بيعمل ايه بقى فده بيوصله ان هو ما عندوش شان فكري وكمان إيه ما عندوش يعني راي صادر من عقليه صحيحه تخيلوا بيعمل ايه بيهده وده لا يصلح للانتاج المثمر او هو مش هيعرف يعمل نتائج مثمره كويسه شوف تخيل انت بتعمل ايه بتهد البني ادم تخيل طيب هنا ربنا قال فيها ايه وقولوا للناس حسنا شفت الكلام وقولوا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون الايه رقم 83 طيب الحل فيها ايه تعالوا ناخد حل لكل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اعتقد ان حل هينفع معاه الحل التحفيزي هنا في النقطه دي بالذات وبعد كده هنتكلم في الحل العام ان انا ممكن اقول له ايه؟ يعني هو عنده شويه امكانيات بس لسه عايز تتطور كمان. لو انا قلت له ان انت امكانياتك ناقصه وتمام ووحشه انا عمال اعمل فيه ايه؟ بعمله كده. اما ممكن اخده معايا وارد اصلا يكون كويس وزيه وكل حاجه ونفس مستوايا وانا بعمل له كده عشان هو منافس ليه للاسف يعني. طيب هنا بقى انا ممكن اقول له ايه؟ اقول له برافو عليك لسه في كمان تقوم تطلع النتاج اللي جواك تطلع الافكار تطلع الحاجات الكويسه المره الجايه هتكون احسن باذن الله ماشي او تيجي تقول له تمام قوي بس يا سلام لو ضفنا لها الحته دي كمان هتبقى واو حاجه ما حصلتش طيب وكده يبقى ممتاز كده يبقى ممتاز جدا لو ضفنا لها الحاجه دي كويس وبعدين ممكن مره تقول له الله ينور تسلم ايدك عاش يا بطل فالموضوع بيفرق كتير أو والله العظيم يا جماعه كلمه بتفرق كتير جدا جوه الانسان وجهه نظر صحيحه خصوصا لو ضفنا لها الشيء الفلاني تمام؟ وبكده بتزوده ثقته بنفسه وبتزوده ثقه بفكره وكمان هتساعده هتساعده على الإنتاج الأفكار الملهمة هيبقى حد تاني خالص هيبقى حد هيتطور بشكل سريع جدا في وقت قصير في شوط سريع جدا لا تتخيله بس أهم حاجة إحنا نعرف نتعامل إزاي مع الإنسان والكلمة إيه اللي بيقع أثرها على البني آدم من جوه؟ هي دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها بجد النهارده ويريد كلنا الموضوع وفكرنا كله يختلف بالعلاقات مع اولادنا اللي هم احبابنا ومفيش حد زي ما قلت قبل كده بيحب الـ الـ الابناء اكتر من الاب والام وعارف مصلحتهم بس طريقه المعامله هي اللي بتفرق حبي مش كفايه البلوره عايز ابلور له عن حبي صديقي صاحبي اخويا اختي كلهم زوجتي ابني ابويا كله الطريقه هي اللي بتقول انت بتحبني ازاي؟ مش اللي جواك لان الكلام بيعبر على اللي جواك محتاج اختار مصطلحات يعني ليها الاثر الفعال تطرق على قلب البني ادم تطبع على صفحه قلبه بجد والله خلينا نشوف اللي بعده طيب لو جينا نتكلم في حاجه مهمه جدا احنا بس عايزين نشوف فاضل ايه من وقت البرنامج اه طيب في سريعه انا هنا بس عايز اقول في النهايه لو اي حد يعني لو اي حد اتعرض لاي موقف في الحياه او اي جانب من جوانب الحياه يحاول يتدرب عليها وده هيشيل من هيشيلك من منطقه الالم وهيقوي صحتك النفسيه ازاي الكلام ده انا دلوقتي اتعرضت لحاجه اتعرضت لحاجه ده بقى الحل العام بتاع كل الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده من الصبح لو حد اتعرض او ات انت اتعرضت لحاجه زي كده في موضوع معين جدا كده هتعمله هون على نفسك واعمل حاجه اسمها محوله المحوله بتعمل ايه ساعات بتحول الكهرباء بتاعه العربيه لكهرباء البيت او كهرباء البيت لكهرباء العربيه هي نفس الكهرباء بس انا هحولها بما يتناسب التشغيل التشغيل ايه هو تشغيل تشغيل نفس الانسانيه البني ادميه اللي جوايا الروح اللي ربنا خلقها بمعنى المج ده مكتوب عليه ايه رساله حياه صنع الامل انا ممكن لو عملتوا كده جاي ليكم ايه اللون الابيض جاي ليكم اهو اللون الابيض فانا بس هحول الموضوع بمعنى انا دلوقتي حد بيقلمني في الشغل معايا مثلا انا ممكن احول الموضوع واخده ان هو ايه تدريب اخده ان هو ان انا بتدرب ان انا استحمل الكلام لو قدرت مش كل انسان عنده امكانيات انا بتكلم لو عندك المقدره يبقى كتر خيرك وان انت كده بتشيل عن نفسك الم كبير جدا فانا اعتبره ان حاله وبتدرب عليها فما اجي اقول بدل ما اخده تحدي هو ازاي اقول الكلمتين دول اخده ان هو حاله بتدرب عليها وهو مثلا اداه ان انا أه بتدرب عليها خليه يديني كام حاجه كده علشان لما اروح شغل اعلى وفي تحديات اقوى ابقى انا ايه؟ عندي الخلفيه التدريبيه بتاع تحمل الازمات. فممكن لو قدرنا نحولها بالشكل ده احنا كسبنا كتير، ادي هو نفس المج، بصوا شكله من هنا عامل ازاي؟ كحلي خالص اهو، وادي هو هنا ابيض خالص، فانا بص للجانب المشرق واحاول احوله علشان ماالمشي نفسي. طيب لو جينا نتكلم في حاجه آه بكل سرعة الحل ما بين ثلاث حاجات أنا دايما طول عمري بحب اخد المصطلحات المصطلحات اللي فيها إيجابية فدايما بسمي المشكلة بسميها مسألة بس النهاردة هحاول اسميها مشكله تاني مش انا اللي بسميها علشان متعارف عليه عشان الناس اللي متابعاني من زمان عارفه ان انا بسمي المشكله مساله حتى اللي مش متابعيني حتى اللي مش متابعني آه هيعرف آه يعني خلينا النهارده اقول علشان اللي مش متابعني هسميها مشكله عشان اللغه او المصطلح المتعارف عليه. في حاجه اسمها المشكله وفي حاجه اسمها الازمه وفي حاجه اسمها الفوضى عشان لو تعرضنا عليها فيها في حياتنا نعرف نعمل معاها ايه. المشكله بتتكون من آه سبب واحد انسان اي انسان فينا عدى بمشكله ماشي؟ محتاجين نعرف المشكله بتجيلنا منين وايه اسبابها عشان نعرف نحلها ومش محتاجين ان احنا نحط ايدينا عليها فالمشكله بتتعرض من سبب واحد انا ماشي دلوقتي والعربيه عطلت فردت الكاوتش نامت فهي دي مشكله بعملها وبغيرها وبمشي ادي المشكله مثلا نيجي للازمه الازمه, الأزمة بتتكون من ثلاث اربع حاجات ثلاث اربع اسباب انا ماشي دلوقتي والعربيه الكاوتش بتاعها بيسموه كده في الخليج بنشر فايه اللي حصل فيه اتخرم وانا وقفت على جنب ولما جيت اقف على جنب لقيت الاستبن كمان مخروم طب انا هعمل ايه هحتار ان انا افكها واروح لاقرب بنزيمه واعملها واجي بس خايف على العربيه اللي يحصل فيها حاجه او في مكان مش مسموح فيه بالوقوف فهيعطل الشارع كده بقت ازمه طيب وفي كمان الفوضى الفوضى بتتكون من كذا مشكله العربيه بتاعتي دي وانا ماشي الكاوتش اتخرم وإيه؟ هنرجع تاني اللي هي العربيه بتاع من شويه دي مفيش استبن والبنزيمه قر... بعيده اللي انا هصلح فيها بس اهلي معايا واقف مكان فيه صحراء فانا هعمل ايه هنا الموضوع بقى صعب قوي في المشكله نحاول نحلها لو حطينا ايدنا عليها في الازمه نبدا بحاجه حاجه في الفوضى بنبدا بالضروريات جدا يعني اكتر حاجه ممكن تاذي ويكون ليها احنا بنسميه مضاعفات الطب بيسموه مضاعفات ليها مضاعفات فابدا فيها علشان ايه المضره ما تمشيش ما تسريش ابدا بالاهم ثم المهم ده في موضوع الازمات كده لو يعني عملنا الموضوع ده في حياتنا هيوفر علينا كتير جدا طيب لو جينا كمان دي الازمات لازم زي ما قلنا بنبدا بالضروريات جدا او الاكثر اهميه وبعدين بالاهم ثم ايه؟ المهم المهم الحاجات اللي هي في الاخر نقدر ان احنا آه يعني نحاول آه نتحمله او نحاول يكون حله في المتناول سهل جدا. وفي نهايه حلقتنا يعني اعتقد كده ان الوقت خلص اه الوقت خلص وفي نهايه حلقتنا احب اقول لكم يعني كنت سعيد وانا معاكم وفي نفس الوقت بقول لكم لو في اي استشارات اي اقتراحات في الحلقات اللي جايه حاولوا تتواصلوا معانا على الفيسبوك يعني يمكن حتى موضوع الواتساب بيبقى زحمه جدا عندي معذره لو ما بردش على البعض لان مش بلحق الحقيقه بس يمكن الفيسبوك هيكون اسهل شويه ليا فلو اه تواصلتوا معانا اي اقتراحات اي اه اي حاجه الفيسبوك بيكون اسهل جدا فيسبوك اكتب رساله حياه محمد حافظ هظهر لك انا وصورتي وكل حاجه فهيكون افضل واسهل ليا بكتير جدا والامور يسره ويا ربي يعني اتمنى ان كل انسان ما يعديش بمشكله وان كانت دي احيانا بتكون من ربنا حلول او 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 امتحان او بلاء علشان ربنا يعلي مراتبنا خلينا نتقبله بالشكل ده لان كلها من عند ربنا وكويسه لكن يعني يا ريت الحاجات اللي في ايدينا ونقدر نحلها نحلها بكل يسر ما نخليش عقده في حياتنا واحنا قادرين نحلها يعني بشكركم لطيب المتابعة وإن شاء الله استنونا يوم الحد الجاي ويعني إن شاء الله نلقاكم على خير بإذن الله